فقرة من فقرات صباحنا غير، هي ختامها مسك مع صوت طربي أصيل. نعم زينب، هو صوت حلبي وطربي أصيل تعشق بخامة الأصالة، تنقل بأمانة للجمهور يعشق الطرب منذ طفولته، وحتى الآن كان الفن دربه. من آخر مشاركاته سهرة طرب لحلب أحياها مع الفرقة بقيادة المايسترو كمال سكيكر، واليوم عم يشاركنا ويشارك جمهور صباحنا غير بعض من روائع الفن الأصيل الفنان سومر نجار. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك صباحنا غير. يسعد صباحكم صبايا، بيعطيكم العافيه، وصباح كل عم يحضرونا على قناتكم الاخباريه السوريه. اكيد صباحك حلبي. صباح حلبي وسوري وشامي وشامي والبدك. خلينا نحكي لك انا عن اجواء الحفل الاخير اللي ايضا انت احييته. هو يعني بتاريخ 6 شباط من يومين عملنا حفل بدار الاوبرا، أنا ورفقاتنا الموسيقيين الحلوين. طبعاً بدي أشكر كتير الأستاذ كمال سكيكر، أخي وصديقي وحبيب قلبي، وإذا كان عم يحضرنا بقول له يسعد صباحك. هذا الرجل الرائع والجميل اللي تعب كتير معي بصراحة لحتى وصلنا ليوم الحفل، مشكور كتير لجهوده، وبشكر أكيد كل أعضاء الفرقة الموسيقية حتى مغنين الكورال يعطيوها العافية، كلهم تعبوا. كان في جهد جماعي، أنا كتير بحبهم. عملنا حفل هيك تقريباً شي ساعة زمن، قدمنا فيه مجموعة من أغاني، في شي جديد كان وفي شي من الأغاني القديمة. كان بيعنيني الخط الأساسي كان هو سوري، يعني في شي حلبي في شي سوري، في شي كمان كان يعني خلينا نقول مثلاً شارك مسلسل بيت جدي الجزء الأول، أنا كنت مغنية بالعمل. حبيت كتير انه اقدمها بهذا الحفل لانه الكلام كتير بيلامس الواقع يعني. نعم. وهي من كلمات شاعرنا الكبير المعروف استاذ حسين حمزه. نعم. ومن الحان الفنان الحلو كمان الاستاذ رضوان نصري. وعملنا كمان شيء هيك فولكلوري، هو قديم الناس عرفوه بمسلسل السوريه كان غزاله. ايه كمان قدمته أغاني محفورة بالذاكرة. يعني يمكن كان في تنوع بالحفل، ونحن هلأ بعد شوي رح نرجع لنسمع شيء من اللي قدمته بالحفل، ولكن رح نروح لنشوف فيديو عن بعض من أعمالك ونرجع لعندك. يلا منشوف. مسعدك صبحي ما طلعت الفجر، يا مسعدك صبحي ما طلعت الفجر، الشمس منها تروي كواكب عيني دري. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام والله الليل ما بنا. قومي العبي بيصلح لك كبش الغنم لا تبح لك، قومي العبي بيصلح لك كبش الغنم لا تبح لك. شمس لا تنسي دون كأس أسكرني را.
سمر، يعني يمكن هيك لقطات او شريط ذكريات مرق هلا قدامك من الصغر بتغني، من اي عمر تحكي لنا؟ وايضا تحكي لنا هلا شو شفت، كيف شفت حالك حاليا بين الماضي والحاضر؟ يعني هيك انبسطت كثير عم شوف هدول الفيديوهات، حبيت هلا بس يعني ما بعرف قديش الناس هي حبت، فينا يعني نقول علاقتي مع الموسيقى هلا كنا عم نحكي يعني تحت الهواء انه هي فعلا حاله يعني ادمان. الموسيقى سبحان الله هيك شغله بتستهويني من الطفوله. انا بعمر 4 سنين كنت اعزف طبله، يمكن بيعرفوا سامر بهذاك العمر يعني بيتذكروا من 4 سنين فكنت غني واعزف وبحب الموسيقى كثير. يعني نحن هلا بما انه بتحب الموسيقى كثير وبدنا اياك تنقل لنا هالحب والعشق باغنيه سمعنا اياها، وخصيصا حابين هيك شيء من الحفله اللي احيته، يعني شيء من اللي اخشى احيته. شيء للأستاذ فريد الأطرش، أجل بهواك. ساعدونا الشباب زبطوا لنا الصوت. أجل بهواك، أجل بهواك، أجل بهواك، أجل بهواك، ولولا الشوق ما جيناك، ولولا الحب يا المحبوب ما كان شيل عمري جمعنا معاك. أجل بهواك، بهواك. شكرا كثير لك. هلا بنشوف شو المشكله بالصوت ان شاء الله هلا بتزبط. ما في مشكله بنغني بلا تمام. اكيد سمر عم تغني الاغاني الطربيه بوقت يمكن الجيل الحالي ما كثير عم بيحافظ على الاغنيه الطربيه، قد عليك مسؤوليه فعلا، وشلون بتشوف لازم تنعش هي الاغنيه الطربيه ونحافظ عليها كتاريخ خالد كمان؟ هلا انا بحكي عن حالي، يعني ما بعرف شو وجهه نظر الاخر. يعني انا بحب الطرب، يعني انا قولي لي شو بتحب تسمع، شو بحب تغني، بستمتع اكثر ما بغني طرب. بحس انه في جماليه اكثر، في صعوبه باداء هذا اللون الغنائي، في اصاله فيه. بحب الكلمه الحلوه، بحب اللحن الزكي الحلو، بيسحرني يعني.
ايه بحب هيك اكثر سمر. بس كمان يمكن يعني هلا صحيح جزء كبير مثل ما قالت زينب من المطربين والمغنيين عم يتوجهوا للشيء الحديث وعم يبعدوا عن الطرب، بس كمان في سميع على الطرب يعني، ومن جيل الشباب يعني بالحفلات، ما بعرف اذا شفت كان في كثير يعني شباب بحفلتك كمان. ايه طبعا، هلا اكيد بالنهايه ما حدا بيلغي حدا يعني، وانا مش ضد الجديد يعني، بالعكس الجديد فيه شيء حلو. طبعا في بعض التجارب هي حلوه وجميله، وانا بسمع كثير، بسمع كل شيء بالمناسبه. هلا بحب اكثر من الطرب، ايه لانه بيستهويني. ومثل ما حكيتي بالضبط يعني، كان في جمهور منيح وهو بيحب يسمع موسيقى حلوه، يعني بشريحه عمريه بتتفاجئي فيها انه هو لا جاي على دار الاوبرا ليسمع طرب ويسمع غنيه حلوه، وعلى خلاف ما هو متعارف عليه انه لا انه الجيل الجديد هو كله بحب يسمع اغاني انه يعني ما فيها هذا العمق او ما فيها طرب او لا فيها. مع العصر، مع عصر السرعه زينب. اكيد 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 اغاني سريعه ما بيلغي انه في شباب عندهم ذائقه فنيه كثير حلوه وبيتمسكوا ايضا، خاصه يمكن هلا بهي الظروف اللي عم نعيشها كثير من العالم او الشباب السوريين عم يتمسكوا بالشيء القديم بسوريا 100%. اكيد. خلينا نحكي سمر، كيف بتختار اعمالك وليش ما كثير عم نشوف لك اعمال جديده؟ وين المشكله؟ والله دائما هي عم نحكي فيها وحكينا كثير يعني، تعبنا على قد ما حكينا فيها. نفس القصه بتكرر، ازمه انتاج. نحن ما عندنا شركات انتاج، ومنضلنا نحكي فيها ومنضلنا نحكي فيها وما حدا عم ينتبه هذا الموضوع. امتى ما بعرف يعني، يمل انه هي ازمه كل مغني سوري، كل موسيقي سوري يعني، موسيقي سوري انه يعني مش بالضروره يكون هو الانتاج بس باتجاه الغناء، لا حتى باتجاه الموسيقى يعني. عندنا مؤلفين سوريين عندهم اعمال تاليف مكتوبه بس للالات او مكتوبه للموسيقى، انه ما عم نشوف شيء. فانت يعني يا اما عم تروحي باتجاه الشعبي، هذا اللي بيسموه شعبي اللي هو كثير يعني عم ينشغل احيانا عند البعض، عشان ما يجي حدا هلا يقعد يصطاد بالماء العكر، عند البعض مش الكل، انه عم ينشغل بطريقه كثير استهلاكيه وتجاريه. فينا نعمل هذا الشيء، فينا نجيب نحن هي آلة الكيبورد ونشتغل كل هذا الشغل عليه وخلصنا يعني. اليوم نحن بدنا آلات حيه، آلات لايف. هذا معناته بدك انت كوادر موسيقيه، بدك استوديو يعطيك هذا الكواليتي موجود. في عندنا كتاب اغنيه، في عندنا ملحنين، عندنا موزعين، عندنا اصوات جميله. اصوات وخامات كثير كثيره موجوده، بتشوفيه مثلا ببرامج مسابقات، لانه هو ما عنده خيار الاوائل دائما يعني، المغني السوري هو ما عنده خيار غير انه يطلع هيك او بده ينتج على حسابه الخاص يعني. وهذا الموضوع انت ما عم تحكي عن ميزانيه، هي مناشده صغيرة. هلا نحن عم نوجه مناشده ودعوه كل الشباب المغنيين والمغنيات بيحكوا نفس الوجع، انه ايه يا ريت، لانه لازم يتفعل قانون حمايه الملكيه والحقوق المحفوظه وياخذ دوره بشكل كثير صح، ويتاسس شركات انتاج بالقطاع العام وبالقطاع الخاص على غرار كيف عندنا صناعه دراما، لازم يكون في صناعه غناء. وبالمناسبه انا بقولها دائما، قد ايه عم تحقق ايرادات الدراما؟ الموسيقى بتحقق اكثر يعني، انت فيكي تبيعي الغنيه منيح، انسي بيع الغنيه وتحميلها. هلا بقول لك انه مثلا انه صار عن طريق الانترنت، انا ما عاد الناس بتلجا للسي دي، اوكي، بس الطريقه الرقميه الديجيتال انت صار فيكي تفوتي على النت، ما فيكي تحملي غنيه الا لتدفعي. اكيد اثنين، عندك ايرادات المغني من الحفلات، فشركه الانتاج هي كثير بتستفيد من هذا الموضوع، وبدون ذكر اسماء كبار شركات الانتاج في مجال الغناء والموسيقى هي عامله عقود مع كبار نجوم الوطن العربي مش من فراغ، هي بتعرف انه عم بيحقق لهذا الحكي كثير ايرادات ماليه كبيره وضخمه. اكيد سمر، يمكن الموسيقى هي ثقافه الشعوب بتحمل طبعا بين انغامها، لكن هلا اكيد بدنا نسمع شيء ان شاء الله مثلا. ان شاء الله تكون هي كمان تصير عندنا ثقافه هذا الموضوع ويتفعل هذا الموضوع، ونشوف مثلا مثل ما عندنا سوريا دراما يكون عندنا سوريا موسيقى مثلا تتخصص في عرض الاعمال الغنائيه السوريه. سمر حابين نسمع شيء هيك لحلب او لسوريا، شو بتسمعنا؟ خلينا نرجع المايك حتى يطلع الصوت صح، نحلت المشكله ان شاء الله. اكيد بنتمنى نحن. اوكي، يعطيه العافيه الشباب يعني مشكورين، هي انا بعرف قديش صعبه قصه الهوا، فيعطيه العافيه كلهم قد عم بيتعبوا لحتى نطلع بالحلقه. هلا بنقول في شيء انا قدمته يعني بالحفل الاخير، هو للفنان الموسيقي الحلبي كميل شامبير. بنقول نويت أسيبك خلاص، نويت أسيبك
خلاص نويت واحب غيرك مادام لقيت نويت اسيبك خلاص نويت اسيبك خلاص نويت واحب غيرك مادام لقيت عمري ضاع وانا في قربك شبابي راح برضو بحبك عمري ضاع وانا في قربك شبابي راح برضو بحبك حرام عليك راعي ربك حرام عليك راعي ربك وانسى اللي كان بذمتي مادام لقيت نويت اسيبك خلاص نويت خلاص نويت واحب غيرك مادام لقيت. شكرا لك سوما، شكرا كثير يعني لوجودك معنا لليوم، نورتنا، ونتمنى دائما تقوم بهيك حفلات كثير مهمه بسوريا وايضا بالوطن العربي، ومناشدتك يلي قبل شوي كنت عم تقولها للانتاج دائما تصير حقيقه على ارض الواقع. شكرا كثير لك. ان شاء الله بنتمنى هذا الشيء لانه سوريا بيلبق لها دائما اي تطور واي ازدهار، وبتمنى نشوف كل هاي الاصوات السوريه عم بتغني وتعمل حفلات ونسمعها. اكيد بتمنى. اكيد يا سومر، بيلبق لشباب سوريا ايضا الموهوبين انه كمان يتم رعايتهم، وان شاء الله صوتك يوصل. شكرا لوجودك معنا. انا بشكركم، يعطيكم العافيه على البرنامج اللطيف، وانا بتابعكم على طول وبحبكم كثير. شكرا لك، يعطيكم العافيه.